غدا خلي غير يضرب بحجر. هذا اللي غادي يضرب بحجر راه واحد الشاب راه ما خدام ما ردام. غتعطيه 50 درهم دابا ولا 4000 ريال في الانتخابات وغدور 5 سنين وغتلقى عاوتاني تتسنى 100 درهم ولا 50 درهم. لان السلطه هاد الشيء باش تتعاملنا ما تتعاملناش كبشر. وهاد الشباب دابا اللي معانا هنا وبغى يضرب تنعاودوا عليه حنا راه ما مضربين.